الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. فقدان بعض المواد الاستهلاكية اليومية أثار جدل كبير لدى المواطنين. المواد هذه كالسكر وكالزيت المدعم وكذلك الأرز. حابين ناخذ رأي المواطنين وكذلك الباعة باش يحكيونا على هذه الظاهرة وهي فقدان بعض المواد الاستهلاكية. نمشي ونتبعوا الريبورتاج هذا. موضوع كبير برشا الساعة في البلاد وهذا إشكالية متاع كل يوم اللي هو الزيت يقولوا ضخينة وما ثم حتى شيء، السكر ضخينة ألف طرانة وما ثم حتى شيء، الروز هاو قاعد يجي وما ثم حتى شيء. يا أخويا المسؤولين اللي يخرج اللي يتكلم في التلفزة ولا يتكلم في الراديو ولا ما نعرفش وين يتكلم يخرج يصارح بالحقيقة يقول راه ما ثماش، خاطر هو كل يوم يخرج يقول ضخينة 20,000 وراي جاي 15,000 طرناتة من بلاصة فلانية ولا ضخينة زيت و 12 طرناتة من بلاصة فلانية ولا ضخينة الولايات. رانا والله ما يوصلنا حتى شيء، أنا كتاجر والله ما يوصلني حتى شيء. تواني دخلت كما نقولوا الحانوت عطرية نخزر عنده زيت، جيت نكلم فيه قال لي هذيك اخر ايتر تو مازال كي تبيع، تمشي لواحد اخر يقول لك ما فماش. كنت نسمع تو في الاذاعه يحكيوا لي كونوا السكر جاي والزيت جاي، وقتاش؟ قال له هاو في البحر، يمشي في البحر. ومشكله تو مش فاهمين تو توجد كما نقولوا الفرينه وتوجد السميد به الله يبارك، والماده الاساسيه اللي هي كما نقولوا الزيت كيفاش مش نعم؟ على الاقل كي الواحد يدخل الشركه مش ياخذي يلقى، مش يدخل العطريه مش ياخذ ماده كما نقولوا من المواد هذيا يلقاها. مش نفهمين نحن علاش توا الشيء هذا، وزيد الصولات كما نقولوا قاعدين يغزروا ساكتين، وهذا ما معناتها ما يوصلناش كما نقولوا الحاجه باهيه، ويخلي كما نقولوا المواطن التونسي فادت الناس فدت راهي ما عادش لاقيه ما تعمل في البلاد هذه. شكرا وربي يستر البلاد. بالنسبه لفقدان المواد الاساسيه موجود فقدها خاصه في زيت المدعم، زيت المدعم ما فماش، فهمتني؟ بالنسبه للروز فما ساعات هكا تلقى الروز موجود، السكر كليامات تفقدته وموجود، تفهم فيا؟ وفما معناتها هو تو حتى الزيت معناتها تجي مره في الشهر ومرتين، مش كي قبل ديما موجود وديما كذا، وتمشي تو المخابز وواحد تلقى راهو الزيت، تلقى عندهم يخدموا بالزيت ويخدموا بغير، بحكم انا ندور دوار شي زاده واحد فما نقص، تحس بلاد بيت. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.